فضلاً وليس أمراً، لا تنسوا الاشتراك في القناة وترك تعليقاتكم ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، مرحبا بكم مرة أخرى على قناة غروب للغة الفرنسية. ما تنسوش تشاركوا معنا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. اليوم وإحنا على هذه الصورة ما غاديش نكذبوا ونقولوا بأننا كنا متوقعين غادي نكونوا واقفين هذه الوقفة. هدفنا هدف كل واحد كيقرأ باش يوصل للباك. الوصول للباك هو حلم أي تلميذ، لكن الحصول على الباك هو أحلى. واليوم آمنا باللي كاين فرق كبير بين الصدفة والمكتوب. إذا الصدفة حاجة والمكتوب حاجة، يمكن اليوم غادي نتاخدو قرار ونقولوا بأن الصدفة يلزمنا نخدمو عليها، أما المكتوب هو بمشيئة الله سبحانه وتعالى. كلنا فرحانين، كلنا عزم وإصرار الآن باش نزيدو القدام. شكرا للأساتذة ديالنا والمعلمين والمدراء ديالنا، شكرا لكل الجدران اللي احتضنتنا، شكرا للحارس اللي فتح وسد الباب لينا، شكرا للحجرات اللي عشتنا وعشناها وخلات عندنا ذكريات زوينة، شكرا لجميع الأطر التربوية، شكرا للوالدين ديالنا اللي سهروا علينا وساندونا وتفاعلوا معنا وتعاونوا معنا بقوتهم وبمالهم وخوفهم علينا، كانوا بجنبنا في السراء والضراء. صحيح أن هذا واجبهم تجاهنا، فكلمة شكر قليلة في حقهم في مسار دراسي طويل دوزوه معنا، وهذه أحسن هدية تشاركوها معهم. شكرا لدمعة أمي اللي هبطت وهي دمعة فرح، شكرا لصدر أبي اللي بيه حضني لما شاف نتيجتي، شكرا لمعالي الوزير السيد سعيد أمزازي على استضافته لنا واهتمامه بنا، شكرا للوزارة الوصية، شكرا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده الأب الحنون لهذا الوطن، شكرا لوطننا الحبيب من شرقه إلى غربه ومن جنوبه إلى شماله.